إخوتي الصم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الجزيرة مباشر تقدم لكم برنامج حديث الصيام. نبدأ. صلة الرحم. إن شأن صلة الرحم عظيم عند الله، فهي واجبة وقطيعتها محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وصلة الأرحام في شهر رمضان من الضروريات التي ينبغي على المسلمين القيام بها، نظراً لكونها خطوة حقيقية في إزالة الخلافات، وهي سبب في زيادة الرزق وطول العمر والبركة فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ويعد بر الوالدين أقرب ما يوصل المسلم إلى الجنة، فبر الوالدين وصلة بقية الأرحام من أهم الواجبات، والعقوق والقطيعة من أقبح الكبائر.